سيادة اللواء أركان حرب طارق المهدي محافظ اسكندرية والبحر الأحمر والوادي الجديد سابقا، مساء الخير يا فندم. ألو، ازيك يا باشا؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا سيادة اللواء، أخبارك ايه؟ وحشنا كتير. ربنا يبارك لي فيك، ربنا يكرمك. يعني أنا عايز أعرف من سيادتك كده تقييمك السريع العام لملامح الحكومة، سواء من الوزارات اللي اتغير المسؤولين عنها او من بعض الخلفيات اللي سيادتك تعرفها عن الوزراء الجدد. هقول رأيي الحقيقة مرتبط الاول، انا شايف ان في وانا مش متعود اخلي الكلام تفاؤلي يعني بشكل عام، لكن انا شايف ان الناس مستريحة للشكل التغيير في الوزارات. انا كنت النهاردة في مؤتمر بمناسبة 30/6، لأ الشكل العام كان فيه نوع من القبول والراحة لهذا الموضوع. على المستوى الشخصي انا اعرف كثيرين دون ذكر اسماء منهم، لا متميزين رؤى وافكار وسياسات، وكان ليهم نجاحات هامة سواء في البنك الزراعي سواء في البريد. بالصدفة اتقابلنا في الحياة، يمكن ناس كتيرة ما تعرفهمش، لكن في تقديري يعني قيامهم هتبقى مؤثرة بشكل إيجابي جدا في العمل. فكرة أنا سمعت أكتر من واحد كان على التلفزيون في بداياته، طبعا مبكر قوي إن احنا نحكم على الآراء غير لما يحتك بالعمل، لكن اعتقد ان في ريحه افكار وسياسات. هي مش مهم انك تغير الناس، ممكن تبقى في ناس ممتازه، لكن في ناس كتيره من اللي في الوزاره اعرفهم على المستوى الشخصي ناس متميزه على المستوى المهني وعلى مستوى الجهد وعلى مستوى النيه، لان انا الفكره دائما في دماغي انت صاحب نيه انك تؤدي العمل ولا لا، يعني ما تجدش الاعذار، يعني بدل ما تجد مبررات لعدم العمل اوجد وسائل وطرق لانك تعمل. الناس اللي انا اعرفهم في هذه الوزاره او في المحافظين ينطبق عليهم هذا الاداء. انا على المستوى الشخصي بجد متفائل على امل ان شاء الله ان احنا ما نبقى بنحط رؤى وسياسات واضحه من خلال الدراسة ومن خلال بقى ما نشوف ملفاتنا ومن خلال ناخد نفسنا شوية عشان نشتغل، وإلا هتبقى أنت بتغير وجوه بس لو هي. لأن أنا الحقيقة مؤمن تماما أن الصناعة تنقلنا نقلة ثانية، إن إحنا عندنا بنية أساسية ليست بمفهوم الطرق، لا بمفهوم كل الإمكانيات، يعني مش الطرق وكبار بس، ودي مهمة جدا، إنما ال بمفهوم الامكانيات بمفهوم الخبرات البشريه. أيه. بمفهوم انك عندك تراث صناعي من الستينات عميق، وقبليه من ايام محمد علي من القرن ال 19 تراث عميق ازاي تضيعه. أيه. انك عندك ناس بتتخرج من مدارس زي الكيما زي الالمونيا في راجع عمالي زي الحديد والصلب زي السد العالي، كل دي مدارس خرجت اجيال. اتمنى ان الاجيال اللي موجوده في ظل بقى كمان التحول الرقمي والتكنولوجي والكلام اللي بيعاد تاني عن الرينيوبل انرجي اللي انا سمعته من وزير الكهرباء، كل ده افكار مبدعه، افكار المصريين مبدعه في الثلاث محافظات او في الاعلام اللي حضرتك كنت بتحكي فيهم كم الافكار اللي كانت بتيجي هايله، ان احنا نتبناها ان احنا نعمل بنك الافكار ده ونصيغه. لكن انا شايف ان يعني الناس مدركه انها مش مجرد هيقعد على الكرسي وهيدور دوره البوسطه زي ما بنقول او البيروقراسي او البيروقراطيه، لا هيبقى المفروض يضيف، ولا سيما ان الظروف صعبة، المحيط بيك صعب، الظروف الناس الاقتصادية صعبة. يعني لما بتيجي نتكلم على الكهرباء ما بقتش مشكلة الدور يقطع بس، لا المصنع اللي بيقف والبورصة اللي بتضرب فهذه الرؤية في اللي موجودين او اللي انا اعرفهم فيهم
شيء طيب. انا بشكر سعادتك يا فندم. اللي خرجت برضو ليها كل التقدير يعني، واخد بالك يعني، بذلوا جهود وفي اماكن طيبه. اختيار وزير العدل يكون مكتب سياده الرئيس، حمزه الرئيس، شيء طيب جدا يعني. انت واخد حد يعني، انا شايف انها نقله كويسه قوي. مشكورك مع كل التقدير لسياده اللواء محسن ودوره الهام اللي قام بيه عبر الفتره. لكن في انا مش عايز اخد اسباع عشان لا، انا بشكر سعادتك فندم. هي فكره عامه فعلا سريعه تدعو للتفاؤل والامل. سياده اللواء اركان حرب طارق المهدي، محافظ اسكندريه والبحر الاحمر ووادي الجديد سابقا، ومدير امن التلفزيون، والحقيقه مناصب كثيره وشخصيه طيبه جدا.